طبعا النهارده كان في المؤتمر الصحفي للمباراه، وكان عندنا كلمه مهمه جدا من كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي، هنروح نسمعها ونرجع نعقب. طبعا بالنسبه لنا احنا لتحضير المباراه، طبعا احنا عارفين مباراه تبقى مباراه قويه، مباراه تعدينا النصف النهائي، واحنا طبعا عارفين فريق الرجاء بقى مقابلتين قابلناه قبل كده، واحنا دلوقتي عارفين بعض كويس جدا، واحنا بنحترمهم وبيحترمونا، عشان كده تبقى المباراة إن شاء الله في الملعب، إن شاء الله يعني على قد ما نقدر نرجع، إن شاء الله إن شاء الله نرجع بالتأهل، وإن شاء الله تبقى مباراة قوية. طبعا اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي عارفة أهمية المباراة اللي إحنا هنلعبها إن شاء الله بكرة، هم عارفين يعني إيه أهمية المباراة وأهمية البطولة عامة كلها، وإحنا دي مش أول مرة نلعب الرجاء، واللعيبة كلها مركزة واللعيبة عارفة يعني إيه. إحنا إن شاء الله محضرين بقالنا دلوقتي 3 أيام هنا في المغرب، وبنحضر مع الجهاز الفني وبنشتغل ان شاء الله نرجع بالتاهل، واحنا اتحطينا في المواقف دي كتير، واحنا لعبنا هنا في المغرب اكتر من مره، معظم اللعيبه اللي موجوده اتحطت في الموقف ده قبل كده، معظم اللعيبه من النادي الاهلي بتاعت منتخب مصر اتحطت في المواقف دي قبل كده، واحنا طبعا اللعيبه كلها بتحب الاجواء دي، بتحب تلعب في الاجواء بتاعت الجمهور والكلام ده كله، اللعيبه كلها واثقه من نفسها جدا وعارفه الكلام ده كويس، ان شاء الله نرجع بالتاهل يعني ان شاء الله. اولا طبعا رد على سؤال حضرتك، طبعا انا ماليش دعوه بموضوع الحكام ده خالص، لو انا اتكلم في موضوع الحكام احنا لينا برضو في ماتش السوبر نفس النظام، بس دي مش شغلتي انا، شغلتي بس في الملعب تمام مع اللعيبه، واتكلم مع اللعيبه وشغل بس في الملعب، يعني اللغه بتبقى قريبه بعد ما نفهم بعض، دي بتبقى بالنسبه لنا بتبقى شويه عشان في اي حاجه من دول في الملعب الكلام ده كله، بتبقى مباراه تبقى قويه، واهم حاجه المنافسه تبقى في الملعب، واهم حاجه يعني يا رب زي ما انت بتقول يا رب ما فيش حد يطلع مصاب ولا الكلام ده كله، احنا بالنسبه لنا بنبقى موجودين في تونس او في المغرب بالنسبه لنا بنكون مبسوطين ان دي يعني اشقاء في الاول وفي الاخر، واهم حاجه ما احنا بنبقى موجودين والجمهور بيبقى موجودين بنبقى مبسوطين جدا، اللعيبه بتبقى مبسوطه جدا بتحب تلعب في الاجواء ديت. طبعا المباراه بتاعت بكره احنا قلت كذا مره ان المباراه قويه جدا، واحنا لعبنا قبل كده مرتين، احترامنا من فرقه الرجاء بجمهوره بشعب المغرب كله طبعا، وان شاء الله ان شاء الله لعبه مركزه، ان شاء الله هنرجع بالتاهل ان شاء الله بكره. طبعا النادي الاهلي نادي كبير طبعا، بيلعب في كل البطولات في كاس عالم انديه، وبيلعب في بطوله افريقيا، وبيلعب سوبر افريقي اللي احنا لعبناه اخر مره مع فريق الرجاء وفي الدوحه، لعيبه الاهلي طبعا عارفه الكلام ده جدا، عارفه يعني احنا بنخش البطوله بتبقى هي مستعده للكلام ده كله، واحنا لعيبه كبار واداره النادي والجهاز الفني كله بنعدي اللعيبه بالكلام ده، وهم عارفين يعني ايه كل ماتش وماتش بطوله بنخشها بيبقى على طول عينينا على المركز الاولاني على طول، اي بطوله بنخشها بنبقى حاطين في دماغنا ان احنا ناخد رقم واحد الحمد لله. يعني موضوع كاس العالم الانديه، كاس العالم مع المنتخب يعني كل الناس شافت الظروف وشافت المباراه الاخرانيه، ومفيش توفيق ان احنا نصعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، ومنتخب كبير زي ما انت بتقول، واحنا دلوقتي عندنا مباراه بكره، واحنا دلوقتي مركزين في المباراه بتاعت بكره، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. مش عارف انتوا قاعدين تتكلموا عن موضوع جمهور كتير قوي، يعني حاسسنا مثلا ان احنا جايين حرب، مش عارف ليه احنا جايين بلد شعب المغرب الناس مقربانا من اول ما جينا، الناس بصراحه استقبال احسن من رائع في المغرب، يعني كل شويه بتتكلموا على الجمهور جمهور جمهور، احنا 11 ضد 11 في الملعب يا جماعه، مفيش حد هينزل في الملعب، يعني لو حد نزل في الملعب ده اكيد عيب في الشعب المغرب وعيش في الامن عيب في الامن اللي موجود، ده الموضوع مش عارف انتوا متعصبين. بعد اذن حضرتك الله يخليك مش عارف ليه انا برد على سؤال زميلك، مش عارف متعصبين ليه بتتكلموا بحديه، مش عارف ليه احنا بنتكلم براحه والامور كويسه، مش عارف ليه الموضوع سهل وبسيط انتوا متعصبين، باين عليكم جدا ان انتوا متعصبين يا جماعه والله.